وأيضا وفقا للمقارنة مع دول العالم التي قطعت شوط كبير جدا، يعني الرقم ليس صغيرا، وهناك في إشادة للبرنامج الأولمبي الخاص على رغم صغر العدد. لكن أريد أقول لك بأن هناك في نشاط داخلي كذلك لا يجب أن ننساه، هذه المشاركات الخارجية، هناك نشاط داخلي ونشاط معتمد وموجه لجميع المحافظات، وأعتقد أن هذا النشاط الداخلي سوف يثمر بإيجاد أعداد أخرى من المشاركين على المستوى الخارجي على مستوى محافظات السلطنة. تبعية النشاط الرياضي، مين كان يتكلم عنه؟ تبعية النشاط الرياضي، نعم لاحظ، تبعية النشاط الرياضي هي محسوبة الآن، قد يكون في فترة من الفترات الموضوع في ربكة شوية ولم يتفق على من يتبع هذا النشاط. الآن النشاط الرياضي وزارة الشؤون الرياضية، وأنا أريد أن ألفت انتباه هنا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، حينما نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن لا نفكر في أن ينشأ لهم مؤسسات خاصة ومرافق خاصة وجامعات خاصة وأندية خاصة. أنا أرجو أن نسعى إلى إدماج هؤلاء الأشخاص وأن يعني نستوعبهم ونحتضنهم كأفراد أساسيين في قلب هذا المجتمع. شكرا. طيب أيضا سعد الدكتور ذكر الأخوة موضوع المبادرات الشبابية، كيف بالإمكان أن يعني ندفع الشباب من أصحاب المبادرات الشبابية أن يتواصلوا مع الأندية حتى تكون لهم مظلة قانونية أيضا؟ أنا أتمنى من الشباب أنفسهم يقتنعوا ليستظلوا بمظلات الأندية والجمعيات، وهذه دعوة أوجهها من خلال هذا المنبر، لأنه في واقع الحال هناك من أصحاب بعض المبادرات من لا يريد أن يستظل بأي نادي أو بأي جمعية للأسف. أنا أدعوهم وأقولهم بأنه أفضل أن تشتغلوا وتمارسوا نشاطكم تحت مظلة بدل من أن تتأخروا. يعني قد نسعى في يوم من الأيام أن نوجد لائحة تنظيمية لتنظيم هذه المبادرات، لكن نحن نتكلم عن واقع اليوم، لا يجوز أن يكون نشاط في المجتمع بدون لا تكون له مظلة. وقفتم على أسباب عدم رغبتهم في أن يكونوا تحت مظلة الأندية مثلا أو مبادرات معينة؟ والله من خلال مناقشاتنا معهم هم يتوقعوا بأن سوف يعني تغطي هذه الأندية أو هذه الجمعيات يعني تغطي على نشاطهم وعلى يعني مبادراتهم بالشكل الذي لا يتمنوه، لكن ما أعتقد هذا الفكر صحيح. هو الهدف أن تكون هناك تكاملية حقيقية يعني بين الأنشطة. طيب سعادة الشيخ، بالنسبة لإنشاء مزيد من الصالات المغلقة لاحتضان مجموعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات الرياضية والرياضات المختلفة، يعني طموح الجميع إن كانت أندية أو مجمعات أو حتى القطاع الآخر الرياضي إنه يحتاج إلى مزيد من الصالات، يحتاج إلى مزيد من الملاعب إن كانت معشبة أو تراتانية. ولكن الحمد لله بعد أن حصلت الأندية على المكرمة السامية الآونة الأخيرة كان هناك في تنسيق مع الأندية مباشرة ما هي أولوياتهم في البنية التحتية، فمن خلال هذه الدراسة استنتجنا في حدود أكثر من 30 نادي رغب أن يعمل الصالات في أنديتي، وهذه نقطة لا نريد أن نتحدث فيها الآن ولكن الواقع سيتحدث عنها. شكرا لك سعادة الشيخ. نختم مع السؤال الأخير من الركن الأخير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد العامري، نادي مرباط. سعادة الشيخ، سؤالي في مسابقة الإبداع الشبابي، طبعا الرقم اللي ذكرته سعادتك رقم جيد جدا، أعتقد هو 100,000 مشارك صح بالنسبة لجميع المسابقات. طبعا هل خطة الوزارة هي اكتشاف هذه الصهب وصقلها ومن ثم احتضانها فقط الاكتشاف، لأن في المسابقات هذه بتكتشف مواهب شبابية كبيرة؟ هنا سؤال، هل الوزارة تستمر احتضان واستمرارها لاكتشاف مواهب أخرى؟ هذا سؤال سعادة الشيخ. أيضا فيما يخص الجانب الإناث في المسابقات، أتمنى أيضا هنا إشراك وزارة التنمية الاجتماعية بحكم الجمعيات المرأة العمانية تخضع لها، لأن كما نعلم من في عزوف من المشاركة في هذه المسابقات حكم أن يقلب على الأندية هو الطابع الذكوري.
يكون تنسيق في هذا الجانب. شكرا. سؤال الأخير، سؤال الأخير لسعادة الشيخ، ألا ترى سعادتك هنا في الهيكل التنظيمي يعني مسابقات ثقافية هنا كهيكل تنظيمي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة، وبينما البرامج تقوم بها وزارة الشؤون الرياضية؟ شكرا. أولا بخصوص السؤال الأخير، أبتدي من حيث انتهيت. الإشراف وزارة التراث والثقافة وزارة الشؤون الرياضية هو دائما في تعاون مستمر مثل الوزارات الأخرى، ونعتبر نفسنا عمل تكاملي. لذلك كان مدخلنا الرئيسي والرؤية في هذه الورقة التي قدمت، وخاصة للمشاريع الشبابية، لم أتكلم عن المشاريع الشبابية العامة، وإنما كان تركيزنا الأساسي عن طريق الأندية. فطبعاً مثل ما نعرف كلنا، الأندية هي مظلتها وزارة الشؤون الرياضية. وحتى الإخوان لما يقولوا إنه والله مبادرات من التنمية الاجتماعية وغيرها، نحن عندنا برامج إبداعات شبابية، ولا يعني برامج منافسة شبابية قد لا يكون تحت مظلة النادي، ولكن إذا أرادوا أن يدخلوا من ضمن برامج الوزارة لا بد أن ينتموا إلى الأندية أولاً، لكي يكونوا من ضمن المسار المعروف والتنظيم الهيكلي اللي تفضلت فيه. أما بخصوص استمرارية البرامج وتنوع البرامج، طبعاً نحن نعرف كلنا الحمد لله الآن في برامج متنوعة، إن كانت ثقافية، اجتماعية، فنية، علمية، معسكرات، هذه كلها تعطينا طابع إضافي للإبداعات الشبابية لكي يبدعوا في هذه المحاور. هل لدينا تقييم؟ ما في شك البرنامج نفسه يقيم نفسه، بمعنى إنه في برامج بدأت عن طريق الأندية بمستوى الولايات، ومن ثم تطورت إلى مستوى المحافظات، ومن ثم تتطور إلى مستوى السلطنة. يعني بصراحة في الآونة الأخيرة بعد انقطاع طويل، على سبيل المثال وليس حصرا، المسرح يعني انقطع طويلا من الأندية، ولكن الفترة الأخيرة الأندية التي وصلت على مستوى السلطنة اللي هي في حدود تقريبا 10 أندية، يعني فعلا عمل مبدع من لدن الشباب، فعلا تحس انه في هناك مبادرات شبابية يعني فاعلة في مجالات مختلفة، ولكن تحتاج إلى تقييم، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى رعاية. فالرعاية لا تأتي فقط من جهة واحدة كوزارة الشؤون الرياضية، الرعاية تأتي نفسي من المجتمع المحلي الذي أنتم رؤساء الأندية ورؤساء اللجان الشبابية. هو أيضا ذكر موضوع العدد، يعني كأنه يشير إلى موضوع التسويق لهذه الأنشطة، مسابقة إبداعات شبابية مثلا. نعم، العدد طبعا احنا قلنا العدد يربو عن 100,000 على حسب البرامج التي تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة إلى 2013. نتوقع بالأمانة إنه الأرقام المشاركة والمتابعة يعني مهم الطرفين، إنها سوف تزيد عن هذا الرقم إن شاء الله. طيب بالنسبة أيضا لنصيب الإناث من هذه الأنشطة، هو البرامج مفتوحة حتى لو كان هناك، لأنه في اللجنة الشبابية على سبيل المثال فيها عضوة فاعلة في كل لجنة شبابية من المرأة أو من الفتيات، فبإمكانها أن تقوم ببرامج إذا كان ترى أن تقوم ببرامج مختلفة، ولكن في برامج أخرى تشارك فيها الشباب. وعلى سبيل المثال يعني البرنامج الفني اللي هو مثلا الفن أو الرسم أو النحت، والبرامج الأخرى البرنامج صيف الرياضة، في عندنا أقسام معينة تشارك فيها الفتيات بآليات مختلفة على حسب ظروف البيئة، على حسب عاداتنا وتقاليدنا. في برامج أخرى تشارك فيها الشباب اللي هو العناية الصحية بالمجتمع، يعني لدينا برنامج متكامل اللي نسميه الإيروبيك الآن الحمد لله في جميع مختلف ولايات السلطنة، ليس كلها ولكن بعض ولايات السلطنة في برنامج صحي. يعني على سبيل المثال في مسقط نتوقع أن كل يعني مرحلة يتجاوز العدد عن 100 مشارك، نتكلم عن يزيد عن 1,000 مشارك في الأسبوع لهذه البرامج. فطبعا في برامج كثيرة نحاول أن نقدمها كوزارة الشؤون الرياضية لمختلف الجنسيات والفئات، نتمنى تعاونكم نفس الشيء معنا إن شاء الله. يعني
هذا هو المطلوب، أن نأخذ كلنا أدوارنا الحقيقية في الوصول إلى المجتمع كأندية كمبادرات مجتمعية وشبابية. نحن نتوقف إلى هنا، نتوقف إلى استراحة قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة، بعدها لنا عودة مجددا. سيكمل أخ آخر عزيز دفة الحوار مع سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد الهناي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لكم، ونعود إن شاء الله بعد الاستراحة القصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا الآن إلى ختام المؤتمر بمرحلة قراءة التوصيات بعد 4 جلسات شهد هذا المؤتمر على مدى يومين. يوم أمس كان هناك 3 ورقات عمل، واليوم طبعا ورقة العمل 4. فأدعو الأستاذ فهد بن عبد الله الرئيسي المشرف العام على المؤتمر لإلقاء البيان الخاص بتوصيات مؤتمر عمان الرياضي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأخوة الحضور، سعادة الشيخ وكيل وزارة الشؤون الرياضية، الأفاضل، المشايخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أستعرض معكم توصيات مؤتمر عمان الرياضي. أولى هذه التوصيات سنبتدأ بالورقة الأولى، وتوصيات محور التشريع الرياضي كمقوم أساسي للتطوير الرياضي. ضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم السلطاني 75-57 على 2012 فيما يتعلق بإحالة المنازعات الرياضية إلى اللجان المختصة المشكلة بالهيئات الرياضية، وتشكيل تلك اللجان وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. دعوة الاتحادات الرياضية إلى إحالة اختصاص فض المنازعات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية العمانية من خلال التنصيص على ذلك في نظمها الأساسية المعتمدة من قبل جمعياتها العمومية، مع الأخذ في الاعتبار ضمان مبدأ التقاضي على درجتين طبقاً للمعايير الدولية المطبقة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وضع نظام يحمي الأخلاق والقيم الأولمبية تكون بمثابة مدونة السلوك الملزمة للعاملين بالمجال الرياضي، وذلك لحماية الرياضة العمانية من أي إخلالات في هذا الشأن. وضع منظومة متكاملة تحدد علاقة الجهات الحكومية بالهيئات الرياضية في إطار مؤسسي يقوم على حسن إدارة المال العام وتوظيفه بما يحقق الأهداف المنشودة في مناخ يسوده الاحترام المتبادل للاختصاصات، وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون من أجل بلوغ الشراكة الحقيقية للنهوض بالرياضة العمانية. أما فيما يخص جلسات اليوم الأول ومحور الاستثمار في المجال الرياضي، فمن التوصيات في هذا الشأن إطلاق برنامج يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، وتوظيف تدخلاتها في مجال المسؤوليات المجتمعية والبرامج المرتبطة بها في دعم جهود الهيئات الرياضية بما يعود بالنفع على كل الأطراف المتداخلة وعلى المجتمع. تطوير ثقافة الاستثمار في المجال الرياضي من خلال إرساء شراكة فعلية بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الاقتصادية تقوم على نظام عقد الرعاية وعقود التسويق، وتنظيم مجال الملكية الفكرية والحقوق الفكرية والتجارية للهيئات الرياضية. ضرورة إصدار لوائح خاصة بالاستثمار الرياضي يتم من خلالها تنظيم هذه العملية الهامة بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي، وتؤسس لنظام استثماري قوي يحقق عوائد مالية تواكب متطلبات المنظومة الرياضية. التأكيد على دور وسائل الإعلام باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم وتطوير الاستثمار في المجال الرياضي من خلال إبراز
المؤسسات المبادرة والرائدة في دعم النشاط الرياضي. أما فيما يخص المحور الثالث لجلسة اليوم الأول فيما يخص استراتيجية رياضة المستوى العالي، فالتوصية الأولى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لوضع خطة متوسطة وطويلة المدى لرياضة المستوى العالي تتم بمشاركة فاعلة بين مختلف الأطراف والجهات المتداخلة من الهيئات الرياضية والجهات الحكومية المعنية. العمل على منهجية علمية لرياضة المستوى العالي تقوم على ضرورة تدخل المختصين في المجالات المرتبطة بعلوم الرياضة وتكامل الأدوار بينهم فيما يخص التدريب والإعداد البدني والطب الرياضي والمتابعة العلمية والتغذية وغيرها من التخصصات التي أصبحت ضرورية لبلوغ المستوى العالي. ضرورة ربط الصلة وتعزيز العلاقات بين الهيئات الرياضية الوطنية ونظيراتها في الخارج للاستفادة وتبادل الخبرات من خلال تكثيف برامج تأهيل الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة في المجال الرياضي وبرامج الإعداد الرياضي عن بعد وبرامج المعاشة للرياضيين المتميزين. ونستعرض الآن توصيات الورقة التي قدمت اليوم وفيما يخص محور المشاركة الشبابية وسيلة لتعزيز مفاهيم المواطنة والمسؤولية ومناخ للإبداع. من خلال التوصية الأولى حث الأندية على احتضان الأنشطة الإبداعية للشباب الثقافية والفنية والرياضية مع العناية بفئة الشباب من ذوي الإعاقة بما يعزز دورها في مجتمعها المحيط.